طيب من اخبار وتفاصيل الاهلي ايضا الى اخبار وتفاصيل تخص نادي الزمالك بعد فوز الزمالك اليوم على بيراميدز بهدف دون مقابل. يمكن البعض سال لماذا كان استبدال مصطفى شلبي بين شوطي اللقاء وقدم اداء مميزا. مصطفى واضح انه صفقه قويه مهمه بالنسبه للزمالك، كما علمنا انه كان عنده اصابه وخشيه مستر فريرا من تفاقم هذه الاصابه، ففضل إراحة اللاعب بين شوطي هذا اللقاء اللي فاز فيه الزمالك بهدف دون مقابل. ماذا عن موقف سيف الجزيري؟ سيف الجزيري كان موجود مع منتخب تونس للمشاركة في بطولة كأس العالم، وبالتالي هو استبعد من القائمة بتاعة المباراة ديت. الراجل قد يكتفي باستبعاده من مباراة بيراميدز، وقد يكون هناك يعني قرارا بتواجده في مباراة البنك الأهلي. هو أمر برضو قيد الدراسة بالمناسبة. إذا كنا بنتكلم على فكرة سيف خرج من الزمالك قبل بطولة كأس العالم لما انضم المنتخب التونسي في أوج عطائه وفي قمة أدائه الفني. إن شاء الله بإذن الله يكون كمان دلوقتي لائق وبشكل مميز للزمالك، والزمالك هيكون محتاجه النهارده زي ما كنت بتكلم معاكم. الزمالك وفوز الزمالك وجمهور الزمالك، خلونا نسمع في مباراة بيراميدز. هتافات وزئير وفرحة وتواجد جمهور الزمالك دائما وأبدا خلف فريقه النهاردة قدام بيراميدز ومن قبله في العديد من المباريات. ده هيفضل دايما وجهة النظر اللي بقولها، الكرة للجمهور، وكل ما بقى عندنا جمهور أكتر كل ما هنستفيد في جودة كرة القدم المصرية.